بالحلقة الماضية مشاهدينا تابعنا قصة بارفين يلي كان وزنه 102 كيلوغرام، وهالوزن الزايد سبب له الكثير من المشاكل الصحية. واليوم راح نتابع قصة عملية السمنة الناجحة يلي عملتها بارفين بمستشفى ميديستيت اسطنبول، ونعرف تفاصيل أكثر عن هاي المرحلة وكيف كانت بالنسبة لإلها. خلوكم معنا. بارفين يلي بتبلغ من العمر 49 سنة، مهندسة متزوجة وأم لطفلين، صار لسنين عم تحاول تتخلص من الوزن الزايد بس ما نجحت لوقت ما قررت إنها تزور مركز معالجة البدانة بمستشفى ميديستيت اسطنبول. وبما أن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ بعد سن معينة ويصبح المرء غير قادر على خسارة الوزن، فقد أهملت الأمر حتى بلغت 102 كيلوغراماً. ولكن مع ازدياد الوزن بدأت تظهر لدي اضطرابات أخرى مثل داء السكري وتسطح باطن القدم والصعوبة في المشي أو في الصعود على الدرج، كما أخذ مجال حركتي يضيق أكثر فأكثر وانهارت نوعية عيشي. نظرت إلى وضعي وعرفت أنه لابد لي من البحث عن حل، وهكذا تحريت عن الأمر وقررت مراجعة مشفى ميديستيت اسطنبول. تم إجراء تحاليل واختبارات مفصلة لبارفين بمستشفى ميديستيت اسطنبول، ومن بعد الفحص تم أخذ قرار إجراء العمل الجراحي لإلها. من خلال النظر إلى العادات الغذائية التي كانت المريضة تتبعها، قررنا أن نجري لها جراحة أنبوب المعدة، حيث سيتم استئصال 80% من معدتها بواسطة الجراحة التنظيرية، إضافة إلى إزالة جزء من قبة المعدة المسؤولة عن إفراز الهرمونات التي تزيد من الشهية، مما سيصغر من حجم معدتها وسيقلل من شهيتها نحو الطعام، وبالتالي سيؤدي إلى إنقاص وزنها. ولما وضحنا للمريضة ما الذي سيحدث معها بعد إجراء الجراحة، وافقت عليه قائلة أنها مستعدة للعملية، وهكذا أجرينا لها الجراحة. مرت بارفين يلي خضعت لعملية ناجحة بفترة علاج سريعة. تقنية التنظير يلي تعالجت فيها اعتمدت على أحدث أنواع التكنولوجيا وبإشراف أمهر الأطباء، وطبعاً مستشفى ميديستيت اسطنبول ومركز معالجة البدانة بيتابعوا حالة المريض بشكل مستمر حتى من بعد العملية، لأنه كتير مهم تحديد النمط الغذائي وتنظيمه بشكل أفضل من بعد الخضوع لهالمعالجة. نحن نفكر في الوقت الراهن بالفترة التي تلي الجراحة مباشرة، أي في اليوم الأول والثاني والثالث بعد العملية، ولن نعطي للمريضة طعاماً عن طريق الفم خلال هذه الفترة بالطبع، فالآن تتم تغذيتها بالسوائل عبر الوريد، ولكننا نقوم بإعداد نظام غذائي يناسبها بعد خروجها من المستشفى بالتعاون مع خبراء التغذية المختصين لدينا، ويتألف هذا النظام الغذائي في 15 يوماً الأولى عقب العملية من السوائل فقط. أما في 15 يوماً الثانية فتضاف بعض الأطعمة ذات القوام الجيلاتيني، وبعد مضي شهر سنبدأ بإضافة بعض الأطعمة الصلبة مع الأطعمة السائلة. كان وزن بارفين 102 كيلوغرام، وقدرت تنزل ل 80 كيلوغرام، وكمان انتظم عندها الضغط وارتفعت نوعية وجودة حياتها. أنا سعيدة حقاً، كلما فقدت الوزن تشجعت أكثر، لقد عاد النظام الغذائي إلى وضعه الطبيعي، لكني ما عدت أمتلك تلك الشهية القديمة. عندما كنت أستيقظ في الليل لأذهب إلى الثلاجة في ساعة متأخرة من الليل، والجوع يدفعني لأكل أي شيء أجده أمامي، ليست لدي شهية الآن، بدت أكل في أوقات معينة، أشعر بالجوع فأكل ما يلزمني فقط. صرت أمشي وأنا أحس بتحسن كبير في حركتي، لقد تحسنت نوعية حياتي كلها. كلما فقدت الوزن أتشجع أكثر بالطبع. كان ضغط دمي مرتفعا باستمرار، ولكنه عاد الآن إلى طبيعته، أشعر وكأنني ولدت من جديد. خضعت بارفين لعملية ناجحة، وإنما الخطوة الأهم من بعد العملية هو إن لازم تتبع مجموعة من الشروط. قصة بارفين أكيد ما خلصت هون مشاهدينا، رح نتعرف على الشروط يلي لازم تتبعها وكيف كانت حالتها لما زارت أخصائية التغذية بالحلقة الجاي. الحقن المجهري مشاهدينا من طرق العلاج الناجحة لعلاج حالات العقم عند الأزواج، حتى إنه الكثير من الأزواج يلي كانوا بيعانوا من نقص الحيوانات المنوية أو ضعفها أو عدم انتظام حركتها قدروا إنهم يصيروا آباء من بعد خضوعهم لهالطريقة من المعالجة. تنحكي أكثر عن الحقن المجهري، زرنا مركز طفل الأنابيب بمستشفى ميديستيت اسطنبول وقابلنا الدكتورة أويا جوكمان يلي خبرتنا تفاصيل أكثر.
بالوقت الحالي تقريباً نسبة إصابة الرجال بالعقم بتوازي نسبة إصابة الإناث، وبحسب التشخيص أكيد بتختلف طريقة العلاج. لهالسبب كتير مهم إنه الزوج والزوجة يخضعوا للمعاينة بنفس الوقت. الحقن المجهري في طفل الأنابيب الذي يتم على مرحلتين دخل في مجالنا الطبي عام 1994، والسبب كان التالي. تعلمون أن المراحل الأولى من طفل الأنابيب كانت تستخدم مع النساء اللاتي يعانين من انسداد في القنوات، لأنه في حال كانت القنوات ضيقة فإن طريق البويضات يكون ضيقا أيضا في حمل السائل المنوي إلى الرحم، وأنه لا يذهب إلى الرحم أبدا بسبب انسداده، ولهذا السبب لن تكن تتم عملية طفل الأنابيب. تم التعرف وعرض علاج طفل الأنابيب سنة 1979 لأول مرة في العالم، ومنذ تلك اللحظة بدأت التجارب في كل البلدان. وإنما من بين أسباب عدم الحصول على طفل عن طريق علاج طفل الأنابيب هو وجود مشاكل في جودة السائل المنوي وحركته. فمن الناحية العلمية فإن البويضة تحتاج إلى حوالي 100,000 حيوان منوي حولها لتستطيع الانقسام، وواحد فقط من هذا المجموع بإمكانه الوصول إلى البويضة ليساعد في انقسامها. فإن ظن من هذا المنظور فإن هنالك تنافسا بين عدد كبير من الحيوانات المنوية، وواحد منهم فقط سيربح ويصل إلى قلب البويضة. لازم تتوفر مخابر حديثة وتقنيات متطورة لتطبيق الحقن المجهري، ومستشفى ميديستيت إسطنبول من المراكز الصحية يلي قدرت تحقق حلم الكثير من الأزواج إنهم يصيروا آباء وأمهات من بعد فشل محاولات الإخصاب الطبيعي. بس أكيد لازم نعرف إنه هاي الطريقة من العلاج ما بيتم تطبيقها مع كل الأزواج. مهما كانت الحالة التي نستخدم معها الحقن المجهري، فإننا ننظر إلى عدد الحيوانات المنوية وحركتها والمورفولوجية المعتمدة عليها، أي أن من لديهم عدد حيوانات منوية أقل من 1,000,000، فإن البيئة المورفولوجية للحيوانات المنوية لديهم تساوي 1 أو 2، وتكون حركتها بطيئة لدرجة كبيرة. ونحن نستخدم الحقن المجهري لمن هم بنسبة 10-15%، وهنا هدفنا كبير جدا، إذ أن أحد الزملاء في المختبرات الوراثية يقوم باختيار الحيوانات المنوية السليمة بالتكبير، ونحن نتحدث عن تكبيرا بنسبة 4,000. لذلك فما نقصده بالحيوانات المنوية الجيدة هو ما كانت مورفولوجيته مناسبة جدا، وهو ما قد يكون بلا حركة، لأننا سنقوم بأخذه ووضعه داخل البويضة. واحدة من أكثر الأسئلة يلي بتخطر للأزواج هو يا ترى ممكن الطفل يولد بشكل طبيعي من دون أي مشاكل صحية في حال تمت المعالجة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري؟ أعتقد أن الاثنان أثبتا رشده في الأبحاث في الميدان، وقد قبل العالم بالنتائج بعد كل الاختبارات والتجارب التي أجريت، ويمكن ملاحظة النتائج أيضا في الأطفال الذين ولدوا وكبروا. لذلك فإن الحالة الغير طبيعية للأطفال لم يتم ملاحظتها إلى الآن، وإنما في حال كان الرجل يعاني من العقم وتم إجراء الحقن المجهري للمرأة، فإنه من الممكن أن يصاب الطفل بعد الولادة بالعقم أيضا. وهذه نظرية مطروحة لا يمكن نكرانها، أي أن الطفل الذكر لهذين الزوجين سيكون عليه أيضا الخضوع لعلاج الحقن المجهري إن أراد أن يكون أبا. إذا ما كنتوا قادرين إنكم تصيروا آباء وأمهات بالإخصاب الطبيعي، تقدروا تملوا الاستمارة الموجودة بموقعنا على الإنترنت visit2betrated.com. ابعتوا لنا كل اختباراتكم والمختصين خلال فترة قصيرة راح يرجعوا يتواصلوا معكم. كتير مهم تكون طريقة العلاج خاصة بكل مريض بحالات طفل الأنابيب، لأنه نفس الطريقة في العلاج ممكن ما تعطي نفس النتيجة عند كل الأزواج، ولتحقيق نسبة نجاح مرتفعة بهالنوع من العلاج لازم تتوفر مجموعة شروط مثل المركز الصحي اللي بيعتمد أحدث أنواع التكنولوجيا، بالإضافة للأطباء يلي عندهم الكفاءة العالية. وقتها بس ممكن توصلوا للنتيجة يلي بدكن إياها. وبمركز طفل الأنابيب بمستشفى ميديستيت إسطنبول راح تلاقوا اجتماع لكل هاي الشروط بمؤسسة واحدة بس. لهالسبب ما تخسروا الوقت.